فيروس، منين جا واش خطير واش غيقتلنا لنا كاملين؟ شنو هي نسبه العدوى ديالو وكيفاش تحمي راسك واش خاصك تلبس كمامه باش تحمي راسك؟ هذا الشيء كامل غنهضروا عليه في هذه الحلقه، ولكن قبل بغيتكم تعرفوا واحد الحاجه، هو ان فيروس كورونا الجديد ملي كيدوز من اي كائن حي لكائن اخر كيتكاثر في الجسم ديالو، واثناء هاد عمليه التكاثر كيطرى ليه طفرات او دي ميوتاسيون، يعني تعديلات في الجينات ديالو اللي كتسمح ليه يتطور وينتقل من كائنات حيه اخرى، بحال دابا اللي انتقل من الحيوانات للانسان، ودابا كينتقل من انسان لانسان اخر. درجه الخطوره ديال هاد الفيروس ديبون على جوج ديال الحوايج، R0 اللي كتعني نسبه العدوى، يعني اي شخص شحال من شخص اخر ممكن يعادي، والفيرولانس، وركز ليا مزيان على هادي، يعني شحال هاد الفيروس ممكن يتكاثر في جسم الانسان ويؤدي للموت ديالو، يعني هي اهم حاجه باش تعرف درجه الخطوره ديال شي فيروس وشحال خاصك تخلع منه. بالنسبه لكورونا فيروس R0 ديالو كتساوي 2.5، يعني اي شخص ممكن يعادي جوج الناس اونس. الا جينا نقارنوه مع لا غريب اولا الانفلونزا الموسميه اللي كتجينا كاملين، R0 ديالها كيساوي 1.5، يعني اي شخص ممكن يعادي واحد اونس الاشخاص، شويه قل من كورونا فيروس. ولكن الا جينا نقارنوه مع بوحمرون ولا لاغوجول، غادي نلقاو ان R0 ديال لاغوجول هي 12، يعني اي شخص فيه بوحمرون ممكن يعادي 12 شخص اخر، يعني سرعه العدوى ديال بوحمرون اكثر بكثير من كورونا فيروس. اما بالنسبه لافيرولونس ديال هاد كورونا فيروس، على حسب العدد المبلغ عنهم انهم مرضوا بكورونا فيروس ومشاو للسبيطار، 1.4% منهم اللي ماتوا، اغلبيتهم ناس كبار السن او مناعتهم ضعيفه. وشحال من واحد ممكن يكون جا هاد كورونا فيروس والمناعه ديالو حرباتو وبرا منه بلا ما يكون عارف اصلا انه كان فيه كورونا فيروس؟ وبطبيعه الحال هاد الناس ما داخلينش في هاد الاحصائيات، وفي هاد الحاله النسبه ديال 1.4% ممكن يزيد يهبط ويقدر كاع يوصل لنسبه لافيرولونس ديال الانفلونزا الموسميه اللي جاتنا كاملين. وهاد الهضره شنو يعني ان الى جا كورونا فيروس عندك نسبه ديال 99% بوتيت اكثر انك تخرج سالم منها. اذا كنظن ان هاد موجه الهلع كامله ما عندهاش، واننا جوست كنكزاجيريو في الامور. الادويه اللي كاينين هما غير سيمبتوماتيك، يعني انهم كيداويو غير الاعراض، مثلا جاتك السخانه غادي يعطيوك الدواء ديال السخانه ماشي الدواء اللي كيقتل داك الفيروس. حاجه اخرى، ممكن اون بيرسون تكون انفيكتي بالفيروس ولكن باقي ما بانوش عليها الاعراض، الوقت اللي كيستغرق باش يبان عليك الاعراض مده كتراوح بين يومين حتى 14 يوم. الاعراض اللي ممكن يبانوا عليك اذا كان فيك كورونا فيروس هما بحال السعله الناشفه، ارتفاع درجه الحراره، سيلان الانف، والعياء اون جينيرال. ولكن اون بيرسون ممكن تكون حامله الفيروس وباقي ما بانوش عليها اعراض المرض وتنقل الفيروس لواحد اخر. اوكي دونك شنو خاصنا نديرو للوقايه؟ اول حاجه بركه ما تشريو الكمامات باش تحميو راسكم، حيت راه ما غيحميكم حتى شي حاجه، راكم غير كتحرموا ناس وحدين اخرين محتاجين ليهم. الوحيدين اللي خصهم يلبسوا الكمامات هما الناس اللي خدامين في المراكز الصحيه، اولا الناس اللي مرض باش يلعصوا مثلا ما ينشروش جراثيم ديالهم في المحيط ديالهم. ولا كنتي مريض وما عندكش ماسك عطس في مشواغ، ولا ما عندكش مشواغ عطس في الداخل ديال يديك بحال هكا. اما بالنسبه للوقايه منه فخاصك تبقى بعيد على شي واحد كيعطس ولا كيسال بمسافه او موان 1 متر، تفادى البلايص اللي فيهم اكتضاد بزاف، وغسل يديك بالماء والصابون كل مره قصتي شي سيرفاس اللي كيدوزو منها اليدين بزاف، مثلا في لي بيوس ولا في الطخان. ما تقيش الشين كل نيف كل فمك بيديك ما مغسولينش، حيت الفيروس ممكن يدخل بسهوله لوكور ديالك بهذه الطريقه. ولا حسيتي براسك ماشي تالهيه يبقى في الدار كترتاح، و الا تزاد عليك الحال سير تشوف طبيب. هذه كانت اخر جمله.